يفتتح الشيخ راشد تلفزيون دبي. His Highness Sheikh Rashid bin Said launches the first colored Arabic TV station in the Gulf region. لدبي لدبي شكل الماضي التجاري لدبي أساس ازدهارها الحالي. On behalf of UAE Television from Dubai, Channel 33. سيدتي سادتي السلام عليكم. So those are the teams and thank you for joining. اجتياز الحفر المفخخة تلفزيون دبي هذا الحبيب قلعة من قلاع الفكر والثقافة. من أوائل الرابحين صوت أطرب الحكام حسين الجسر الزمن أحداث فتحت لأصحابها بوابة التاريخ.